في تطوير كبير بيحصل في قطاع الغزل والنسيج، خاصة في شركات قطاع الأعمال اللي بيتم تطويرها بأحدث الماكينات في العالم، وتم رصد 21 مليار جنيه عشان خطة التطوير، واللي هتظهر أولى نتائجها في النص الثاني من 2022. بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وفرت الحكومة التمويل الكافي لشراء أحدث ماكينات الغزل والنسيج في العالم لتدشينها في المصانع الجديدة التي يجري بناؤها ضمن خطة التطوير والتحديث بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه. وتزامناً مع خطة التطوير، تولت شركة التسويق الجديدة التي دشنتها القابضة للقطن والغزل والنسيج أعمال التسويق والمبيعات الخاصة بكل الشركات رسمياً منذ بداية شهر فبراير الجاري، كبديل لإدارات التسويق والمبيعات في كل الشركات. وتضمنت خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط. ومن المنتظر تشغيل باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري في إطار مشروعات التطوير التي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيداً لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.